هللويا. والمؤمن بيسبح الرب بيجعل ابليس يخرس. امين. تيخرس ابليس بنات الهم يسكت، القلق يسكت، العدو المشتكي عليك ويشككك بمحبة الرب لألك كمان يخرس، لأنه الرب بيحبك وقادر أنه يزيدك نعمة فوق نعمة ويخلي أيامك من مجد إلى مجد. واليوم منشوف بالعهد الجديد أنه الرب يسوع ذكر الشعب بمزمور رقم 8، وقت بيقول بمزمور 8 شو بيقول؟ بيقول من أفواه الأطفال والرضع أسسته حمدا. ليش؟ لأنه الرب بده كنيسة مسبحة. ليش بده كنيسة مسبحة؟ منشوف بكل الإنجيل، حتى بالعهد القديم وقبل شريعة موسى، منشوف أول مرة منسمع بالتسبيح وبكيادة التسبيح كانت من مريم أخت موسى وهارون بخروج 15:20-21. شو بتقول؟ فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف، بلشت بالدف. أيوه. صموئيل. أخذت الدف بيدها وخرجت جميع النساء وراءها. أيوه. بدفوف. أيوه. صور هالمنظر الرائع. أي قبل شريعة موسى. ورقص وصاروا يرقصوا ورقص. فأجابتهم مريم رنموا للرب فأنه قد تعظم. أمين. الفرس وراكبه ترحهما في البحر. هللويا. ليش اليوم من أهم القصص بالإنجيل هي التسبيح؟ لأنه الرب بيسكن وين؟ بتسبيح شعبه. خلينا نكفي ترنيم هللويا. الله هو أبويا. أبويا. يعني كأنه بدنا نقول لكل شخص هم بيسمعنا. أيوة. عنده هم، عنده ضيق، حاسس أنه وحيد، حاسس انه مظلوم، حاسس انه متروك، ما في سند لقاله. هو ابويا. أيوة. هو ابويا. ليش بدي اقول له هللويا هو ابويا؟ تقول له شو؟ انه انا مش متروك. ايوه. ولانه خلصني من قضيه وتهمه الخطيه. نعم. الانسان كان محكوم عليه بالموت علشان الخطيه، ومكتوب اجره الخطيه موت. شال المسيح عني وعنك وعن كل الناس الموت. وقت شو؟ وقت بقبل الغفران. ايوه ايوه. لما بقبل مكتوب كده في كلمة الله، إذ لشيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. في المسيح. أنت في المسيح ما فيش عليك دينونة، لكن أنت بعيد عن المسيح يطبق عليك العقاب وتطبق عليك الدينونة. لكن يا بخت كل واحد جري واستخبى في المسيح وقال له اغسلني بدمك الطاهر، لأنه مكتوب ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يسوع وحده وليس سواه، يسوع بس. وصار فيني أقول أبويا. أبويا. أيوة. أبويا الذي يسدد كل احتياجاتي. هللويا. من جميع النواحي. أيوة. هللويا. صموئيل قد ايه لك بتقول له أبويا وتعرفت أنه عندك أب سماوي يعتني لا يهملك ولا يتركك؟ هو الصراحة أبويا الأرضي كان شبه أبويا السماوي. فشفت صورة أبويا السماوي في صورة أبويا الأرضي، لأن أبويا كان بيحب الرب ويخاف الرب، ومولود في بيت مسيحي بيحب الرب جدا. أشكر الله. لكن يعني تربيت في طفولة مسيحية في بيت مسيحي، لكن في سن المراهقة ابتعدت عن أجواء البيت المسيحي وعن أجواء الكنيسة. لكن الرب قبلت الرب مخلص وسيد لحياتي. أمين. في سنة 2003 شهر 12. أمين. هللويا. يعني هللويا. قدي عمرك هلأ مع الرب؟ من سنة 2003. من سنة 2003. يعني أنا وياه نفس السنة. أنا قبلته بشهر 1/2003. نعم. هو بشهر 12. يعني أنا أكبر منك ب 11 شهر. يا دوب. يخلينا نسمع. إله قدير. أيوة.
وصعب يتكسر إلا عنده أب زيك يبقى لازم يفتخر واللي سنده إله قدير أيوة صعب يتكسر ده اللي إيده ماسكة إيدي وإيده مسحة احكي عنه ده حبيب قلبي يسوع ده اللي ايده ماسكة ايدي وايده مسحة للدموع ده اللي هفضل اغني عنه وعظمه حبيبي يسوع سعدنا الله هللويا هللويا الله هو ابويا هللويا الله هو ابويا حبني حب ملوش مثيل خلاني اسير هللويا حبني حب ملوش مثيل خلاني اسير هللويا هللويا هللويا
آمين آمين. مبارك اسم الرب. هللويا. مبارك شخص الرب. خي سموئيل، كيف اكتشفت دعوتك؟ اختبرت الرب بسنة 2003. كيف اختبرت أو كيف اكتشفت أنك أنت مرنم؟ أو كيف اختبرت دعوتك أو موهبتك؟ كيف؟ يعني الرب مديني موهبة طبيعية أن صوتي حلو، ففي البيت شجعوني وفي الكنيسة شجعوني، وابتدأت أتعلم موسيقى وأعزف. أنا بعزف أورج، فابتدأت أتعلم وأخدم الرب من خلال الموهبة اللي أعطاها لي، لأن هو المستحق، لأن هو اللي بيدي كل شيء. آمين 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 آمين. اليوم أنت من المتابعين برنامج سهرة روحية محطة سات سبعة. أنا مش أنا بس، أنا والبيت وأمي خصيصا يعني. أنا اليوم بخصوص الوالدي كنت كل نهار حابب أني كلمها وما قدرت، بدي وجه لها محبتي ومحبة باسي. طبعا نحن كمان أنا بدي وجه لها اللي هي أم وديع. أنا بدي وجه لك تحية أم وديع، أم سموئيل يعني أم وديع، تحية لألك بشكرك على محبتك ومحبتك لبرنامج سهرة روحية. وبدي أتشكر الرب على البزي اللي من خلالك إجا مرنم يمجد الرب بوسط عالم عم بيروحوا يلتجوا لأصوات ولا شهرة ولا مال ولا أغاني شعبية ولا أنه يستفيدوا لمجد ذاتي. أما اليوم الرب استخدم كسر هالكبرياء بدي سميها الموجودة بالفنانين اليوم، وباسمة كمان، لأنه هيدا شيء بيذوب. صح. اليوم داش في عالم بتحلم يكونوا فنانين، أما اليوم الرب نحن منتواضع قدامه والرب بيرفعنا. بدي أقول شيء توني قبل ما أنسى، عفوا. بتكون بالفن بتفكر حالك أنك أنت شيء كتير مهم، بس لما تبعد وتبصر نور المسيح تعرف أنه هنيك الكذبة الكبيرة. محل ما أنا كانت الكذبة الكبيرة. يعني فعلا كان كله كذب بكذب. عرفت مع الرب، عرفت الطريق الصحيح، عرفت الحياة، عرفت النور، عرفت الفرح، عرفت التحرير، اتحررت من قيود كل هيدا العالم يلي كانت مقيدتني بسلاسل، سلاسل المال والجاه والأضواء والشهرة. سموئيل، العالم مش بيدي غير أمور أرضية وقتية، وقتية نعم. ملهاش أي لازمة. نعم. لكن الرب بيدينا أمور أبدية. أمين. أي حد بيتاخد في العجلة بتاع العالم دي، العجلة المادية الوقتية، حياته بتضيع وعمره بيضيع. صحيح. لكن يبخت كل شخص فاهم وعارف أن السعادة الحقيقية والفرح الحقيقي في شخص الرب يسوع المسيح. أمين. يمكن في قصة دايما أحكيها والناس يعني قصة مضحكة يعني. وأنا صغير في سن إعدادي، كان عمري ساعتها حوالي 12 سنة، كان عندي حلم. مش عارف انتوا حلمتوا نفس الحلم ده زيي ولا أنا بس. هحكي لكم على الحلم وانتوا هتحددوا هتجاوبوني أكيد. كنت دايما أحلم أو أتمنى وأنا ماشي ألاقي شنطة مصاري، شنطة فلوس. وأنا كنت وانت كمان كلنا كمان حد لقى حاجة؟ إيه ما حد الله ولا أنا لقيت. صح. فكان في تخيلي إن الناس الناس اللي عندهم مصاري، الناس اللي عندهم فلوس، هم دول أسعد ناس. صحيح. لكن لما كبرت والرب استخدمني في الخدمة وتعاملت مع ناس كتير في العالم، قابلت ناس عندهم أشياء كتير، بيوت وسيارات، بس المسيح مش في حياتهم، عايشين في كآبة وهم. صحيح. أدركت ساعتها أن السعادة والفرح الحقيقي مش في الأشياء، لكن في شخص واحد وحيد اسمه شخص الرب يسوع. آمين. المسيح. آمين. وحتى خي سموئيل، الفراغ الموجود عندهم اللي هن بيفكروا ومش عارفين، مش همدين ولا هم بلوم، بس هذا بيجبتنا وضروري ان نخبر ونشهد انه هن مفكرين بيعبوا هذا الفراغ باشياء، بممتلكات. بيفكروا انه حياتهم طويله بدهم يامنوا حالهم هون. مش عارفين انه الانسان مثل البخار، يظهر قليلا ثم يختفي. وبعدين هن بحاجه لهالاشياء تكون عندهم تيحسوا بالقيمه، لانه العالم تعمل قيمة اللي معه الاشياء. مثل ما بيقول المثل، معك ليرة بتسوى ليرة، معك مليون بتسوى مليون. زكا كان عنده فلوس نعم كثيرة، بس كان عنده فراغ وعنده جوع على طول. لكن لما سمع عن واحد اسمه يسوع بيغير حياة الناس وبيملى الحياة الفرح، بيملى حياة الناس فرح، عمل ايه زكا؟ الراجل اللي له شأن
راجل عشار وعنده مصاري عنده فلوس كتيرة يعمل ايه زكة؟ والدنيا زحمة وعمنا زكة كان قصير قصير القامة يعمل ايه؟ يطلع على شجرة اسمها شجرة جميز. حد شاف شجرة الجميز يا جماعة؟ موجودة بمصر هي من الدراسة إليا يعني في بلدنا شفت زمان عندنا شجرة الجميز من أصعب الشجر أنك تطلع عليه صح. يعني يعني ما فيهوش أي حاجة خشنة تحط رجلك عليها عشان تطلع لكن الشجرة ملس عشان تطلعها هتتزحلق وهتجع أنا لكن زكة كان عنده إصرار القلب يقول الكتاب صحيح. طلب زكة أن يرى يسوع صح. ولما زكى يطلب حتى من غير كلام الرب شعر بي وعرف بص كده الرب اللي زكى زي الأطفال قاعد متعلق فوق الشجرة ببص ليسوع وكأنه الرب بيقول له أنت طالبني بس أنا واخد بالي من أشواق قلبك قال له اسرع وانزل يا زكى الكتاب يقول تعبير يدوب قلبي فأسرع ونزل وقبله فرحا أنت ما كانش عندك فرح يا زكى قبل كده مش كان عندك مصاري يقول لك ما عطتنيش الفرح لكن أسرع ونزل وقبله فرحا وقبله لما قبل الرب دب في حياته وفي قلبه الفرح. الفرح آمين هناخد اتصال من أخ فادي كنعين سلام المسيح فادي سلام المسيح مجد ليه طوني دايما لله حبيبي فضل. بدي أنا ما عم بسمع صوتي بس بدي أقول لكم إذا بتعطيني دقيقة من وقتك أنا بدي أخبر عن عرس اليهود وليه حكينا يسوع بالأمثال نعم عم تسمعوني؟ نحن سمعينك تفضل ايه اوكي بعرس اليهود كان ياخد خطبة عمدة سنة كان البي هو ينقي العروس كان يبعث أخصائه وينقوا العروس إذا عجبها ويسألوا عنها يعني البي هو الله الآب العريس هو يسوع والعروس نحن الكنيسة ثاني مرحلة كان رح أخبرهم كتير بسرعة يعني 14 مرحلة بس أخبرهم كتير بسرعة لأنه هيدي بيعطي رجاء للمؤمنين وبيعرفوا قد إيه ليه يسوع خبرنا بالأمثال. ثاني مرحلة بيعملوا كتب الكتاب بيكسروا الخبز وبيشربوا خمر. ثالث مرحلة المهر، المهر كان سلسلة وقطع نقدية. أنتوا بتعرفوا بالإنجيل كم مثل عن الدراهم بالإنجيل. رابع شغلة هدية العريس. يسوع وعدنا بالحياة الأبدية. خامس شغلة هدية الآب. بتصير وارث، قال المؤمنين باسمهم بيصيروا وارثة. سادس شيء الوعد وعدنا يسوع بالمجيء الثاني انه رح يجي ياخذنا نحن لا نحن الكنيسه نحن المؤمنين باسمه السابع شغله اعداد المنزل بس يروح بعد المنزل ببيته يعني عندنا بالسماء ببيت الله متى ذهبتوا وهيئتوا لكم مكانا ارجع واخذكم الي لتكونوا حظاكم اخذتهم بسرعه ثامن شغله البي اللي هو اللي بيحدد اليوم والساعه العرس أنتوا بتعرفوا لما سألوه الرسل ليسوع أبين بكون مشيئك قالوا ما حدا بيعرف لا الآب ولا الملائكة مع أنه يسوع بيعرف بس أعطى كل الاحترام للآب نعم تفضل تاسع شيء لما تطلب العروس الهدية من الآب عم تسمعني يا خيطوني أنا ما بسمع عم بسمعك بس بدي إياك شوي أسرع خيي خلصوا تفضل لما بدها تطلب العروس شيء من الآب باسم الابن هيك تقاليد اليهود أنا عم أخبركم كيف كانت عرس اليهود نعم. عشرة اللي بحضر العرس هو الصديق هو نعم. يوحنا المعمدان اللي هيئ له الطريق ليسوع نعم. 11 العرس بيجي ببوك بهتاف البوك العريس نعم 12 بحط له المنديل آمين 13 كفي خلصوا 13 بيطلبوا انه يكونوا وفيين امينين لبعض 14 اخر شيء بتقدم له كاس خمر ومر بيشربهم عريس وبيبتسم لما كان يسوع على الصليب وابتسم وتمم كل شيء حسب مشيئه الله بشكرك يا خيطوني على هذا الوقت وهذا رجاء رجاء لكل المؤمنين ليسوع حكينا بالامثال ربي بيركك هو انا بدي اتشكرك من كل قلبي امين هو المخلص الوحيد مشان هيك بدنا نقول له بصوت باسمه احبك معنا كل الوجود I'm
أحبك لو في الضيق. أيوة. صموئيل، في أشخاص يمكن عم بيتفرجوا علينا اليوم وبيقولوا نيالهم لو فينا نكون مثلهم، كأنه نحن ما بيمرق علينا ضيق، كأنه ما في اضطهاد أو ما في صعوبات بالحياة. أنا اليوم سؤالي لألك، أحبك لو في ضيق. شو مرق لك ضيق برسالتك مع الرب وبخدمتك للرب؟
المؤمن بيعدي بنفس الصعوبات اللي بيواجهها الشخص الغير مؤمن، بس الشخص الغير مؤمن بيواجه العواصف والرياح والمطبات لوحده، لكن الشخص المؤمن بيقابل المطبات والعواصف والرياح وهو محمول على كتف الرب. عشان كده المرنم قال أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. الشخص المؤمن اللي بيحب الرب عينيه مفتوح على الكلمة وعلى الوعود، فمسنود بكلمة الله. مكتوب إذا اشتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار لا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحرقك، لأن أنا الرب إلهك. فالشخص الخاطئ مش مسنود على شيء، متعري بالمعنى البسيط. يعني شخص الخاطئ تنفصل شوي الكلمة أنا وياك. إنه أنا ضروري أقتل قتيل تكون خاطئ، أو البعد عن الكلمة هي خطير. البعد عن المسيح. نعم. البعد عن المسيح، أي شخص مش في المسيح زي ما قلنا في بداية الحلقة. يعني إذا أنا حاطط صورة المسيح بالبيت وقربت صوبه، يعني بكون قربت هالمسيح ولا تقريب من المسيح وين؟ لما معنا الأصل ليه نروح للصورة؟ وين الأصلي؟ فينا. ها مننميه شو غذائه؟ الكلمة هي داش أهميتها للإنسان وخصوصا بالضيق. إن كل شخص بعيد عن المسيح يقبل المسيح سيد وملك على حياته، زي ما كنا بنحكي عن زكة. نعم. إن زكة كان متاخد في العالم وفي عجلة المصاري وكل الأشياء دي، لكن طلب زكة أن يرى يسوع. نفسي كل حد بيسمعنا النهاردة المسيح مش في حياته يطلب، يقول له رب تعال لحياتي، إملى حياتي بنورك وبحضورك، وبقدم توبة من كل قلب لشخصك، زي ما عمل العشار وقال اللهم ارحمني أنا الخاطي. ما اليوم المشكلة إنه منشوف حالنا إبليس بيكذب علينا، لأنه هو كذاب وأبو، يعني هو الكذاب وأبو الكذاب. أيوة. بيكذب علينا وبيقول إنه أنت شو عامل، منصير نقارن حالنا بالأسوأ منا منلاقي حالنا منيح. واليوم داش أهمية الإنسان يقارن حاله بالرب بالكمال، تيشوف نقصه تقول له يا رب أنا بحاجة لألك. أمين. لأنه أيوة. اليوم العالم بتقول أنا شو عم بعمل، عم صلي، عم بقدم فرضي، عم بصلي إلي زمان وحاطط صورة وكله تمام، بس ليه عم بيصير معي هيك؟ وبتلاقيهن عايشين بهمومن بمشاكلن بضيقن وبيبعدوا عن الرب وببلشوا يتزمروا. هذا بيكون عدم إيمان بكلمة الرب، لأن بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. أمين. صحيح. والإنسان المؤمن هو بيعرف يسبح لأن المسيح في حياته. نعم. مكتوب كده فلنقدم به، بمين؟ بالمسيح. فلنقدم به في كل حين ذبيحة تسبيح ثمر شفاء معترفة باسمه. أنا مش برنم من حالي، أنا برنم بالمسيح، لأن أمين. المسيح هو الحل اللي أرسله الله من السماء للأرض. نعم. يقول كده في عبرانيين 4:14، نفسي أقرأ معاك، خليك معايا. عبرانيين 4:14 مكتوب فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، فلنتقدم بثقة بإيمان، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. في حينه. بعيدا عن المسيح وعرش النعمة مفيش لا رحمة ولا نعمة ولا معونة. يعني كأنه هلأ عم نقول للمشاهدين إخواتنا، أيوة. هلأ في حينه. أيوة. وثقوا بالرب، افتح قلبك للرب، الرب بده إياك، بده يملك قلبك، بده يرد لك كرامتك، بده يرد لك اعتبارك، لأنه إبليس شوه لك صورتك، وأنت ما تنسى أنك مخلوق على صورة الله ومثاله. بس هقلبي باسمة، قبل ما ناخذ بريك بدي هيك من عندك هيك شيء تقوله موال سعيدي حيلة شيء. أمين. هيك عفويا. أيوة.